السلام عليكم، معكم هند زيادي على إيت راديو. مشاركة جديدة اليوم في هذا المهرجان، أنا جد سعيدة به، خاصة أني نكون متواجدة مع ألمع النجوم اللي هما شباب وأصدقاء ديولي، فأنا كل فرح. وقبل ما نصعد كاين واحد شوية ديال الستريس، ولكن إن شاء الله يكون حفل واعر. انا وزهير بهاوي صراحه كتجمعنا صداقه قويه بزاف، سيرتو ان يعني الحس الموسيقي عندنا نفس الحس الموسيقي، انا وياه كنتفاهموا بزاف في الموسيقى، ففوالا يعني يمكن حتى شي حاجه اخرى من غير صداقه صافي. شوف، هي ماشي صعيب انك مثلا دير اغنيه وتخرجها وصافي وتنزلها، لكن اللي صعيب هو انك تخرج عمل متقون، عمل واعر اللي يعجب المستمع يكون ونكون راضي عليه حتى انا. فانا من حسب الاختيارات ديال الاغاني كنسمع، وانا شويه ثقيله في الاختيارات ديالي، كنتعطل شويه باسكو كنبقى نختار حتى كنخدم الحاجه وكنكون انا مقتنعه بها، لكن ان شاء الله كاين جديد ما غاديش نتعطل عليكم به. شكرا للجمهور ديال إيت راديو، وبغيت نقول لكم ديما تبعوا الجديد ديالي وحصرياتي على إيت راديو. شكرا.